تعتزم وزارة الثقافة دراسة التأثيرات التربوية والاقتصادية للعطل الرسمية وتقديمها إلى مجلسي الوزراء والنواب. وقال الوزير حسن ناظم إن الوزارة عقدت اجتماعا موسعا مع مجموعة من الخبراء بحضور وكيل وزارة التخطيط وممثلين عن وزارة التربية لدراسة العطل الرسمية، كونها لا تتعلق فقط بقضية تحديد يوم عطلة أو مناسبة معينة، بل بدراسة تأثيراتها التربوية والاقتصادية والتعليمية. وأوضح ناظم أن وزارته تبنت اختيار انضمام العراق إلى عصبة الأمم في 3 تشرين الأول عام 1932 يوما وطنيا لجمهورية العراق، آملا من مجلس النواب التصويت عليه.